نعم، إذن مشاهدينا الآن سنذهب نحن وأنتم إلى الفقرة النقاشية وسنتحدث فيها لهذا اليوم عن كيف يكون أجرنا في رمضان. الصوم عبادة من أجل العبادات وقربة من أشرف القربات وطاعة مباركة لها أثارها العظيمة والكثيرة أيضا العاجلة والآجلة من تزكية النفوس وإصلاح القلوب، حفظ الجوارح والحواس من الفتن والشرور، وأيضا تهذيب الأخلاق وغيرها من الفضائل التي تغمرنا في هذا الشهر الفضيل. للحديث عن كل هذه الفضائل سعدنا أن نرحب معنا عبر الهاتف بالدكتور جبرة السرحان، دكتورة في الفقه الإسلامي. فأهلا وسهلا بك دكتور، شهر مبارك. حياكم الله وبارك الله فيكم وتقبل الله طاعات منا ومنكم جميعا إن شاء الله. آمين يا رب. إذن الدكتور معنا عبر السكايب مشاهدينا الكرام، يعطيك ألف عافية دكتور. في البداية دكتور خلينا نتكلم عن ما هي فضائل هذا الشهر الكريم التي لا يعلمها العديد من الناس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المشاهدين الطاعات وأن يعيننا على صيام وعلى قيام وعلى فعل الخيرات في هذا الشهر الفضيل. حقيقة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في فضل استقبال رمضان، قال قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. هذا الحديث يعني حقيقة حوى مجموعة من الفوائد ومن الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن أبواب الجنة أولا مفتحة، وهذا داعي للإنسان أن يقبل على الله ويقبل على عمل الخير. كذلك أن أبواب النار مغلقة، وهذا كذلك على أن الإنسان يبتعد عن المعصية. أن الشياطين مصفدة أي لا تعمل، وهذه فرصة للإنسان أن يقبل على الله، لا يوجد ما يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. من أفضل الأعمال كذلك في هذا الصيام، افترض عليكم صيامه. من الأعمال المفضلة في هذه الأيام القيام، والنبي يقول في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في قيام ليلة القدر، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا، واحتسابا أي يبتغي بهذا الأمر وجه الله تبارك وتعالى. والأجر في هذه الليلة المباركة يعدل عبادة ألف شهر، يعني صيام وقيام ودعاء وصدقة ألف شهر، وهذا يعني شيء عظيم جدا. قراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الأعمال المفضلة في هذا الشهر. الدعاء، آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه الآية أيها الإخوة الكرام هي موجودة في وسط آيات الصيام، وهذه دلالة على أن شهر رمضان كما أنه شهر الصيام هو شهر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. نعم، والخير كثير في هذا الشهر الفضيل. نعم دكتور، يعني وأيضا قيم هذا الشهر الفضيل هي قيم كثيرة، فكيف يحقق ويغير فينا شهر رمضان كثير من القيم، خاصة الصبر، قيمة الصبر ويعني صفة الصبر، كيف يعني يؤصل شهر رمضان هذه القيمة في نفوسنا؟ الله يجزيكم الخير. يعني في الحديث الصبر نصف الإيمان. نعم. والطاعة من غير صبر لا فائدة منها. وحقيقة لما ننظر إلى الصبر في هذا الشهر الفضيل نجد أن هناك أنواع، منه الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. كيف أن الإنسان يصبر على هذا الصيام، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الشهوات ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى حتى يحقق الأجر والقرب من الله تبارك وتعالى. يمتنع عن هذا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني ممكن 15 ساعة، ممكن أقل، ممكن أكثر، يعني حسب البلد وحسب طول النهار. هذا طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا صبر متقدم. كذلك صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. كيف أن الإنسان يعني حقيقة يصبر نفسه عن ارتكاب المعصية، ممكن كان قبل رمضان يعني عنده بعض المعاصي البسيطة أو بعض الأخطاء البسيطة، كيف في رمضان يحاول أن يبتعد عن هذه المعاصي
قدر الإمكان حتى يعني يبقى يحافظ على صيامه، كذلك صبر على أقدار الله تبارك وتعالى. يعني بمعنى أن الإنسان عندما يصيبه العطش، عندما يصيبه الجوع، عندما يصيبه الألم، عندما يصيبه ضعف النفس في هذا الشهر، كيف أنه يتحمل ويصبر حتى يحقق الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني فيه من قيم الصبر الشيء العظيم جدا. نعم دكتور جبر عفوا، طيب ما هو رأيك أنت بالناس اللي بيضيعوا نهار رمضان في النوم وليل رمضان بمتابعة المسلسلات أيضا الرمضانية، وكيف ممكنهم يغيروا من حالهم؟ والله أنا أنبههم وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يعني خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فنقول لهؤلاء يعني انتبهوا واحترصوا في هذه الأيام المباركة، شهر أيام معدودات يعني كما ذكر الله في القرآن الكريم، فعلينا أن نستغل هذا. النوم يعني القليل لا بأس به، أما أن يبقى طوال النهار نائم فقد فاته الأجر العظيم. كيف أنه يشعر بمعنى الصوم؟ كيف يشعر بمعنى الجوع؟ كيف يشعر بمعنى العطش؟ لم يحقق الفائدة المطلوبة. ونحن نريد من الصيام الثواب، لا نريد الجوع والعطش. ولذلك في الحديث ننتبه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وعن المسلسلات ننتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. الإنسان عندما يشغل نفسه طول الليل يعني بالمسلسلات وبالملهيات وبالبعد عن ذكر الله، لا شك أنه في خسارة. وأنا هنا حقيقة أنبه إلى مسألة، يعني إذا كان شيء مفيد، يعني إذا إحنا الآن في فضائية وهي تعرض برامج، فإذا كان ما يعرض شيء مفيد يعني تاريخي علمي، قصة فيها العبرة فيها الفائدة، برامج شرعية برامج دينية، يعني أشياء مفيدة، أنا أقول لا بأس أن يحضر جزء منها، لكن لا يضيع وقته كامل. أما أن يحضر مسلسلات لا سمح الله تبعده عن طاعة الله، تبعده عن مرضات الله تبارك وتعالى، فأنا حقيقة يعني أحذر من هذا. يعني قد ندرك رمضان ولم يغفر لنا، فنسأل الله العفو والعافية. يا رب. آمين. يا رب. نعم. إذن كل الشكر لك دكتور جبر السرحان، دكتوراه في الفقه الإسلامي، على تواجدك معنا وعلى كل أيضا هذه النصائح، ورمضان كريم، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، أنتم كذلك. يعطيك ألف عافية دكتور.